بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة النخيل، أهلا وسهلا بحضراتكم. النخيل اللي قدام حضراتكم ده هو نخيل مجدول مزروع في دولة الكويت. طبعا الشباب ما شاء الله هو شايفينه إنه هو بكيس، إنه هو بإيه، عملية تكييس أو عملية التكميم زي ما حضرتك شايف كده، هو بيلم الصباطة كلها اهي، تمام، وبيبدأ يكممها من فوق ومن تحت، بيكمم الكيس أو بيقفل على الثمار دهية من فوق ومن تحت. طبعا الكيس ده هو مصنوع بطريقة خاصة أو مصنوع للغرض ده، هو شايف حبل هو عنده، ابتدى يقفله من فوق، هو مقفول من تحت، وبربطه في الجريدة، أقرب جريدة ليه بيبدأ إيه يربطه علشان ما ينزلش على الأرض تحت زي ما حضرتك شايف كده. طبعا العملية ده هي فايدتها ايه؟ فايدتها ان الثمار ده هي لما بتتقدم في العمر بيبقى فيها نسبة عالية من السكر، طبيعي يعني، تمام. النسبة العالية من السكر دي حضرتك بتجذب لها الحشرات والدبابير والعصافير والطيور عموما. المشكلة مش الطيور، ان هي بتاكل، والنمل كمان، تمام، لان مادة سكرية، فالنمل كمان، تمام. بيحصل تلف كتير وتساقط للثمار دهيت، وبيحصل تلف كتير نتيجة اكل العصافير، مش بتاكله بس، دي هي يعني يا ريتها بتفتح في واحدة بتاكلها وخلاص، لا، الامور بتتعدى ذلك، ممكن يعني بتتلف كتير من الثمار. فزي ما حضراتكم شايفين الشباب هم بيقفلوا من فوق وبيقفلوا من تحت. طيب العملية دي عشان تكون سليمة جماعة، انا والله بنصح اول حاجة، طبعا الناس هتقول احنا شغالين في قصة الـ شغالين في البيوت المحمية والكلام ده، اللي بتنع النخيل ليه، اي معلومة موجودة قدامنا بنشرحها للناس وبين لهم الغرض منها، في ناس بتستفاد منها كتير يعني، تمام. قبل ما نعمل العملية دي لازم نعمل حاجتين. اول حاجة ان انا لازم اغسل الثمار ده وهي خضرة كده، بجيب مطور الرش بمية عادية خالص وببدأ اغسل الثمار ده غسلة كويسة، تمام. بغسلها ليه؟ عشان الاتربة اللي هي موجودة، تمام. انتوا عارفين ان احنا زارعين في جو صحراوي مفتوح، ففي الوقت ده هو لازم نغسل الأتربة قبل ما نقفل عليها، تمام، قبل ما نقفل على الثمار دي أو الصباطة دي، فبنبدأ نعمل إيه، نغسلها من الأتربة. ويا حبذا لو رشينا رشة أكروس، أي رشة للأكروس وليقد فيرتيميك أو خلاف ذلك، يعني رشة أكروس كويسة، بحيث إن أنا أكيس على نظافة يا جماعة، إن أنا إيه أكيس على النظافة، دي حاجة. الحاجة التانية، لو أنا عندي ثمار صغيرة أو اللي هي ما العقد بتاعها ما تمش كويس في أثناء التلقيح ولسه صغيرة، برضو بقطعها وأقصها، أو لو عايز أخف مثلا أي حاجة قبل ما أكيس أعمل القصة ده هي، تمام. طبعا في المجدول بالذات في ناس كتير بتخفه عشان الثمار بتاعته تطول وتبقى كويس، تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده، ده المجدول. تاني حاجة بقى، بعد ما غسلنا الثمار دي كويس وبقت بتلمع زي ما حضرتك شايفها كده، ورشينا رشة فطرية، تمام، فبنبدأ نعمل ايه، آسف، رشينا رشة أكروسي، تمام تمام، وممكن فطري برضو، رشة فطري، بحيث ان انا ادخل والدنيا عندي ايه، تمام التمام، ما عنديش اي مشكلة خالص. بعد كده بنختار الكيس يا جماعة اللي احنا بنكيس بيه. الكيس ده له مواصفات خاصة. اول حاجة في لازم اللون بتاعه يكون ابيض عشان يعكس لي اشعة الشمس، ويكون مصنوع من القطن، في وجهة نظر الشخصية مصنوع من القطن، خصوصا في الأجواء اللي شديدة الحرارة. بالنسبة لدولة الكويت طبعا الحرارة عالية، فلازم يكون عشان الثمار ده ما يحصلش مشاكل، تمام،
المفروض ده يكون مصنوع من الشاش التقيل، او المهم يعني المادة بتاعته تكون قطن ما تسخنش، ما ينفعش يكون بلاستيك. في ناس طبعا بتخيش بالبلاستيك، ده ما عندكش مشكلة فيه. ليه؟ لان هو اساسا كده كده موجود في البلاد الايه، في البلاد اللي هي الغير حارة يعني، والطقس بتاعها كويس، زي من النخيل بتاع مصر مثلا، ما بنعملش القصة دي خالص. بس لو اتعملت طبعا هيكون افضل. تمام. بتتعمل باكياس اللي هي من عبارة عن روكلين او الشبك اللي هو الاخضر الخفيف ده، او الاصفر او الابيض حتى، بحيث بيعمل نسبة تظليل وبيحافظ على الثمار برضو من العوامل الخارجية اللي ممكن تعمل لنا مشاكل، زي الحشرات زي ما قلنا، والعصافير والنمل والحاجات دي هي كلها. فعشان تبقى يعني نحاول نبعدها عن الثمرة. وكمان المهم في القصة دي بحالة ان الثمار نفسها يا جماعة صدقوني بيبقى الجودة بتاعتها طبعا مع التكييس كده افضل، محافظ عليها من الرطوبة ومن الرمال ومن التراب ومن كل حاجة. فلما بتبدأ تجمع الثمار او تجني الثمار بتاعتك بتلاقيها ما شاء الله لا قوة بالله بالله، حاجة محترمة جدا. التكميم او التكييس زي ما حضراتكم شايفين كده، الشباب بيكيس بيربط من فوق ربطة كويسة محترمة، وبيربط من تحت بحيث ان كده بنستودعها الله سبحانه وتعالى، وبنبدأ نفتحها بقى لحد ما تبدأ ايه يحصل فيها النضج يعني. بنبدأ طبعا نجمع المجدول، طبعا بنجمعش مرة واحدة، اللي بيستوي منه بنجمعه. بس طبعا المجدول ده هو من افضل الانواع بتاعت التمر او النخيل، لان بصراحة ربنا تحس ان هو دسم جدا جدا جدا، واجدعها واحد ما يأكلش منه خمسة ستة يعني نسبة الحلاوة ونسبة الدسم فيه عالية جدا. فبالهنا والشفاء، وان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.